كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، واحنا بنستقبل هذا العام طبعا عام 1446 هجريا. عايزين نتكلم النهاردة عن دروس الهجرة النبوية واللي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لنشر الإسلام وإكمال الرسالة اللي كلفه بها الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أهم الدروس المستفادة من هجرة المصطفى. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور حازم مبروك عطية، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب. طيب قبل ما نتكلم عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لو نتكلم عن مرحلة ما قبل الهجرة والتخطيط للهجرة، وبرضو لو نركز أكثر في حديثنا عن بيعتا العقبة الأولى والثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالإعداد إلى الهجرة كان مبكرا جدا، وبالمناسبة الهجرة تعد سنة من سنن الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. يعني فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فإذا هجرة الإنسان من مكان إلى مكان هو كان أمرا معهودا قبله صلى الله عليه وسلم من قبل الأنبياء. تبدأ الإعدادات أو الإرهاصات نقدر نقول للهجرة إلى المدينة منذ العام الخامس من البعثة النبوية، وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكانوا في حوالي 10 أفراد رجال و4 نساء، وقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، رقم واحد. ولأنه الحبشة لم يكن فيها كثير من القبائل المتناحرة، فمش هيحصل فيه يعني تناحر أو تنازع أو اختلاف في الرأي أوي. وده درس مهم جدا، أنه متى ائتلفت القلوب نقدر نقيم دولة. الناس لما تبقى متشاحنة ومتباغضة مع بعضها تلاقي أنه ما يحصلش استقرار أبدا. لابد من الهدوء في كل الأحوال. وبعدين تحصل البيعة، تحصل الهجرة الثانية، وكان العدد أكثر حوالي 80، ما بين 80 و100. ويعني يذهب كفار قريش إلى النجاشي ويجادلوه ويقولوا له: الناس دي احنا عايزينها، ويحصل الجدال ولا يعودون. بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عن الذين بايعوه، لأنه كان يعرض الأمر على الوفود اللي كانت بتيجي عشان تزور البيت، ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ده من دروس التفاني في الأمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخر جهدا أبدا في تبليغ هذه الدعوة. ومن الأسباب التي جعلته يرتقي بالسيدة خديجة إلى أعلى المراقي أنها كانت أيضا تعينه على هذا الإخلاص. ادت له من فلوسها وقالت له: اعزم قريش كلها على جمل وخليهم ييجوا ياكلوا وينبسطوا، وبعدين قول لهم بقى اللي انت عايزه وادعوهم والدنيا تبقى كويسة جدا. عمل كده ومبسوط، والناس قعدت وبتاكل وكذا. فأول ما خلصوا طلعوا الأزايز وشربوا وسكروا. فدخل حزينا على السيدة خديجة: مالك؟ قال: سكروا يا خديجة. قالت: ادعوهم إلى مثلها غدا. فعشان كده يقول: واستني بمالها ويعني إذ حرمني الناس. فإذا التذكر العهد كان على أوفى ما يكون من الأنبياء ومن الذين يؤمنون بالأنبياء. فالإخلاص والتفاني في قضاء الأمر سبيل إلى قضائه وسبيل إلى تنفيذه. مفيش حاجة بتتم في الدنيا بالتمني طبعا. وإنما بتتم بالرغبة أولا والإيمان واليقين، وبعدين نبتدي في الإعداد والتخطيط. طيب، يعني في إطار حديث حضرتك، رسول عليه الصلاة والسلام استعان طبعا بحسن ظن بالله، ثم حسن التخطيط. صحيح. خلينا أعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين إزاي ده حصل. شوفي، هقول لحضرتك، احنا عندنا مبدا في القران الكريم، لما تتتبعي التخطيط ده هتلاقي الاهتمام المبالغ، وهي مبالغه حسنه في العدد والاعداد. ربنا يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وبعدين يقول: لتعلموا عدد السنين والحساب. فكل شيء لابد أن يكون مدروسا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، احنا عندنا رحلتين أعظم من بعض، عندنا رحلة الهجرة وعندنا رحلة الإسراء والمعراج.
اللي كان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء وعاد إلى الأرض ولم يزل موضع جنبه دفيئا، كان قادرا أن يودي المدينة في غمضة عين، لكن الدنيا لم توضع على هذا النظام. وده لازم نقوله ونعلم بيه نفسنا ونعلم بيه الناس اللي عايزة. أنا لما يعني مثلا يقول إيه، أنا الحاجة بإخلاصي وكذا أقول للحاجة تتعمل على طول، ده ربنا لو أراد، ما هو ربنا لو أراد ما فيش زمن من أساسه، بس هو حط لك نظام. نقدم المشيئة لكن لازم لابد من السعي. هو حط نظام سبحانه وتعالى لهذه الحياة لا تستقيم إلا به. ما تقسش قوانين الآخرة على قوانين الدنيا. في الآخرة إن شاء الله ربنا يوعدنا جميعا في الجنة، لا يطلب المنعمون، اللي يجي على باله بيحضر. ده نظام في عالم آخر، لكن في الدنيا بنيت على هذا، الدنيا بنيت على إعداد وعلى تخطيط وعلى التماس الوقت. وكان المسلمين في الهجرة يتحينوا الأوقات، إنه بالليل في الوقت اللي ما يقدروش يعني قريش تبقى منتبهة فيه خفية، وكان اللي يمسكوه فيه يسيب أهله ويسيب فلوسه، يقولوا له يعني قالوا أنت جئتنا صعلوقا لا مال لك، فبالضبط. ويقول لهم طب أترون إن تركت لكم مالي أنتم خلاص ماشي اتفضل السلام عليكم. إذن دي مسألة. فالإعداد والتخطيط لأي أمر مهما كان صغيرا هو السبيل إلى النجاح فيه وإلى إنجازه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا درسا مهما جدا، وهو درس القوة من دروس الهجرة. هو ليه هاجر سرا صلى الله عليه وسلم؟ فقط علشان الضعفاء اللي هيهاجروا في السر، فما يجدوش في نفسهم الحرج ويعني ان هم مسافرين كده خفية وبتاع. لكن يجي واحد زي سيدنا عمر ويقف في وسط الحرم بالنهار وصوته بأعلى صوته ويقول من أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجه أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الحرم. ليه قال كده؟ إنه قوي. القوة في الدين ده عايزنا أقوياء لسببين. السبب الأول إن القوة استقلال. أنا لما أبقى قوي أقدر أعمل اللي أنا عايزه. وبعدين يجي بقى التهذيب والدين وكذا يهذب سلوكي، بس المهم إن أنا لما يهذب سلوكي وأحب أعبد ربنا وأعمل خير ما لاقيش واحد فوق راسي يقول لي لأ. الحاجة الثانية إنه المسلم حين يكون قويا سيرحم. إنه خلي بالك أنت ما تضمنش، خلي القوة معاك عشان أنت هتستخدمها على منهج ربنا. فنلاقي سيدنا عمر يهاجر في وضح النهار، وسيدنا حمزة يشج رأس أبي جهل ويقول له كيف تسب محمدا وأنا بديني، وهكذا. فمن دروس الهجرة الكبيرة جدا استخدام القوة العاقلة والممنهجة والمنظمة، الإعداد والتخطيط لكل خطوة. الحاجة المهمة قوي من دروس الهجرة إنه ما تقفش كتير قدام الأبواب المغلقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتي 13 سنة في مكة. لما اشتد الأمر واشتد التعذيب أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن الباب المقفول ما تقفش قدامه كتير، ولكن حاول ويعني ما تخليش في جهدك جهد، لكن لما تلاقي الدنيا مقفولة روح لباب تاني هتلاقي الخير. رقم واحد. رقم اتنين، انت مع انسان في علاقاتك مثلا لقيته دلوقتي مش قابل منك كلمة، استنى شوية وارجع له تاني، ما تقعدش في نفس الوقت كده تلح عليه، لكن خليه يهدى وبعدين ارجع له. لأن النبي عليه السلام ترك مكة وراح المدينة، ولما راح يثرب اللي هي ما كانش اسمها المدينة المنورة ولم تنور إلا به صلى الله عليه وسلم، جعل الله له فيها ضعفي ما جعل في مكة، كما دعا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. فإذا وعندنا واحد شاعر جاهلي من كبار الشعراء اسمه الشنفرة. الشنفرة يقول بيت جميل قوي، أنا بعتبره قاعدة في الحياة. يقول وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متنقل. هو يعني الكريم لا يصبر على الضيم ولا على الظلم. الأرض واسعة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى إذن الهجرة تعد منهج حياة
لكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، باعتبار طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الهجرة وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فيبقى النوع الثاني من الهجرة وهو هجرة الذنوب وهجرة المعاصي وهجرة العصبية وهجرة القبلية وهجرة التنازع، هجرة كل شيء. إن ربنا سبحانه وتعالى ما جعل لي يعني جعل لكل باب في الحرام بابا في الحلال، يعني أي حاجة أنت محتاجها أو استحسنتها أو لقيت ليها طعم في الحرام هتلاقي ليها بديل أحسن منها في الحلال. فمن يهاجر هذا إلى هذا فهو المفلح. طيب، من أهم الدروس برضو الثبات على الموقف والدفاع عن الرسالة، وده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت وليناك علينا، إن أردت مالا أعطيناك، طب نعبد إلهك عام وإلها عام، كل هذه الأمور عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عنده ثبات على الموقف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بهذا مثلا في أمر مهم جدا، هو الثبات على الموقف يختبر إمتى؟ في حال الضعف. يعني أنا لما أبقى قوي وأملك وعندي المال والمنع وكذا وأثبت على موقفي ده شيء طبيعي، لكن أن يثبت على موقفه وهو وحده هذا أمر آخر، إنه يعني لا يرضى بما خيروه ولا يرضى بأي شيء إلا بما قدره الله له، وده من إيمانه الحق الثبت بما قاله الله سبحانه وتعالى. وده من الدروس ومن العبر في إنه اليقين بالله سبحانه وتعالى، وده هنلاقيه برضه في الهجرة لما قال لسراقة إنه لك سواري كسرى. هو احنا طالعين يا رسول الله، انتوا طالعين بتفروا وقعدتوا 8 ايام في السكه، وصحيح انتوا يعني النبي عليه الصلاه والسلام لم ياكل في طريق الهجره الا اللحم، وواحد يجي بالغنم عشان يخبي الاثار، سواري كسرى ايه دلوقتي اللي احنا بنقول؟ لكن اليقين، وهذا من دلائل ان هذا الدين حق، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقن بما في قلبه ويصر عليه حتى يمكنه الله منه. فإذا اللي يصدق ما يعتقد هيوصله، اللي عنده شك لا يصل إلى شيء، لأنه زي ما قالوا الملتفت لا يصل أو المتلفت لا يصل. اليقين والثبات على الطريق والثبات على الموقف الحق، لأنه في المقابل هيقابلنا الثبات على الخطأ، ولأنه المواقف في النهاية واحدة، لكن أنه يثبت على الخطأ هذا من قبيل عدم العقل وعدم الإدراك. لكن أنا أثبت على موقفي لما أتيقب منه وأعرف أن أنا خططت صح وأن أنا درست الموضوع صح. ولذلك يقول العلماء في الاستخارة، هو ما لا في حلم ولا في حاجة هتشوفها ولا الكلام ده، وإنما هو أنت بتدرس وبتخطط وبتقرر، وقبل ما تبتدي تنفذ تقول يا رب أنا مش مغتر بعلمي ولا بالدراسة اللي أنا عملتها، فهدعوك. وبالمناسبة هو دعاء برضو الاستخارة، الركعتين دول سنة، يعني ما هوش الاستخارة مش في الركعتين، هو دعاء يعني يا رب. مش حاجة اسمها صلاة استخارة؟ لا، صلاة الاستخارة فعلها صلى الله عليه وسلم وكانت سنة، لكن الأصل في الاستخارة الدعاء. تمام معايا؟ فاليقين والإعداد والتخطيط لا يجعلك تغتر ولا تتوكل. لا، أنا أتوكل، ولكن أساس التوكل أن أخطط لما أريد. طيب مولانا، يعني زي ما حضرتك ذكرت أنه الهجرة فرضت على الأنبياء والمرسلين، نعم، نشر الدعوة إلى الله، نعم، لكن في الأصل ما أسباب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب؟ شوف، طبعا الأسباب المعروفة وهي اشتداد الأذى عليه صلى الله عليه وسلم، والخوف من أن تفتر همة المسلمين، والانتقال من مكان إلى مكان ليحقق الله الأمر لنبيه وللصحابة ولهذه الأمة. لأنه من يعني أسباب هذه الهجرة أن يمكن الله للمسلمين في الأرض، وأن ينشر الله هذا الدين على بقاع العالمين. ودرس مهم جدا، إنه خليك متمسك باللي عايزك، يعني خليك ماسك في الناس اللي طلعوا واستقبلوا وراحوا للنبي عليه السلام وهم يهرولون، فيش إلا واحد اتأخر شوية عشان يغتسل ويلبس وكذا، والنبي يقول له فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فإذا
ما توقفش قوي عند اللي رافضينك، لا خليك مع اللي بيحبك، مع اللي انت موقن منه واللي هو موقن منك، في كل المستويات من العلاقات يعني. فإذا الهدف كان نشر الدعوة الإسلامية واستتباب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان. والإنسان لما يحسن الوداع يحسن الله له اللقاء. النبي عليه الصلاة والسلام وقف قدام الكعبة وأمسك بأستارها وقال: والله إن الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت. لما ذهب صلى الله عليه وسلم وقدر له العودة إلى مكة بلا قتال ولا سفك دماء، فإذا من أسباب الهجرة ومن أهداف الهجرة الكبرى تمكين الأمر للمسلمين بلا إراقة دماء. ولذلك هتلاقي ان كل الغزوات، وفي فرق بين الغزوه والسريه، الغزوه اللي كان على راسها النبي صلى الله عليه وسلم والسريه اللي يبعت واحد من الصحابه، هتلاقي كلها اللي كانت في المدينه وقعت يا في المدينه يا قرب المدينه، يعني بدر قرب المدينه، احد في المدينه، وهكذا. اذا هو لم يذهب الى احد للقتال ولكن هو في المدينه. فاذا لم يكن الهدف نشر الدعوة لا بالسيف ولا بغيره، وإنما بنشر التعاليم الإسلامية السمحة بين القلوب. صحيح. درس برضو من الدروس المهمة جدا هي الصحبة. نعم. اختيار الصحبة ورفقاء الطريق. نعم. اختياره صلى الله عليه وسلم، وده أمر يدعو إلى العجب، لأنه في موقف زي ده وفي شدة وفي يعني موقف صعب جدا وفي طريق لا يدري ما يفعل به فيه، الإنسان بيحتاج إلى مثلا واحد قوي البنية يدافع عنه بتاع ويقدر يمنعه ولو لبعض الوقت. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعني خفيف الجسم. إذن الأمر ليس بهذا. اختيار الصحبة لازم يكون على أساس القلب، ولذلك الذي جاء بالصدق قال بعض المفسرون هو المعني بهذه الآية. نعم. الذي جاء بالصدق صدق به. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبي. إيه الشيء اللي وقر في قلب سيدنا أبو بكر؟ اليقين والتصديق والمعاونة. بداية من عرض الأمر ده، أول ما سمع بالهجرة قال له: أسأل الله الصحبة، وقعد يعد ويجهز. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفض أنه يكون الراحلة على حساب سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يقول له: لا أنا جهزت. ويقول له: لا، عشان يبقى جهاده صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. فإلى أي درجة ويخش الغار قبله. شوف الـ 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 الإمعان في الصدق وفي الحب وفي المعونة، أنه يقول له: يا رسول الله دعني أتفقد لك الغار حتى لا يمسوه أي ضر. يكون نعم يكون فيه حاجة تعبان، يكون فيه بتاع ده غار في الجبل، ويخش ويشوفه الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وينام صلى الله عليه وسلم على ساقه ويظل ساكنا حتى لا يتأثر صلى الله عليه وسلم أو يصحى من النوم، ويفضل معاه من أول الأمر إلى آخر الأمر. هذا لا يكون إلا إحنا بنتكلم. على فكرة إحنا كلامنا دلوقتي سهل جدا يعني، وجميل إن أنا أقول إنه كان وفيا رضي الله عنه وكان كذا وكان كذا. الفعل أكبر بكثير طبعا. وإنه والتنفيذ أكبر بكثير. ولم يكن الأمر سهلا أبدا، لا في مكة ولا في المدينة. لكن الذين يصدقون يصلون في النهاية إلى كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام اختار الرفيق واختار الصحبة واختار حسن الصحبة وأعد إعدادا كبيرا لهذه الرحلة، فكانت على هذه الشاكلة من التوفيق، وكان المدد من الله سبحانه وتعالى. لأنه أنا قبل ما أطلب البركة ربنا لازم يكون فيه عمل. البركة لا تكون في صفر. يعني أنا ما أقدرش أنام وأقول ربنا يبعث لي الغذاء، وإنما لازم يكون فيه عمل ولو قليل إذا كان على قدر طاقتي، وبعدين أقول يا رب بارك، فتحصل البركة في الموجود وإن كان قليلا. فبارك الله في اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وصارت الأمة الإسلامية إن شاء الله إلى قيام الساعة. ليه؟ لأنه في جهد وفي عمل وفي خروج من موطن إلى موطن، وده ليس بالشيء السهل. طبعا. أما يقول بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها، الوطن ده مش حاجة سهلة إن أنا أسيبه. كان الراجل زمان يهاجر يسافر وبعدين يعيا
ويحتار الأطباء فيه، أو يحار، ما فيش يحتار في اللغة، يحار، فيوجهوه إلى ريح بلاده، إلى ناحية بلاده، فيستريح ويشفى. الوطن شيء عظيم جدا، وما كانت هجرته صلى الله عليه وسلم منه بالشيء السهل. لا بد أن نتعلم قيمة الوطن وقيمة الأرض التي نبتنا فيها والتي أنشئنا فيها لنعمرها ولنصنع الخير فيها. طيب مولانا، أيضا كان في دور هام جدا الحقيقة، لا إن كان للشباب أو حتى للمرأة في بناء الدولة الإسلامية، وإحنا بنتكلم تحديدا عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. في الشباب منذ نومه رضي الله عنه سيدنا علي مكانه صلى الله عليه وسلم، وفي ذات النطاقين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل أبدا دور المرأة من أول الطريق لأخوه. وأول طبيبة في الإسلام كانت السيدة رفيدة في غزوة بدر تطبب الجراح، والسيدة عائشة رضوان الله عليها كانت يعني وقال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، وكانت تبلغ عنه صلى الله عليه وسلم وتصحح للناس المفاهيم. يعني من الأحاديث المنتشرة جدا ولعن الله الواصلة والمستوصلة، والناس تفهم أنه واصلة الشعر، فتقول السيدة عائشة تفهمهم جميعا، ليست الواصلة كما تدعون، وإنما الواصلة من كانت تزني في شبابها فلما طعنت في السن واصلت ذلك بالقيادة، فتصحح المفهوم المنتشر عند الناس. وبعد وتقول لهم ما على المرأة أن تصل شعرا بشعرها لزوجها، وإيه واحدة لزوجها لا بتخدع ولا بتغش ولا بتغير في خلقة ربنا ولا حاجة، هو عارف شعرها قد إيه وعارف حاجة الدنيا. هو عارف بالظبط، لا في خداع ولا في غش، فما عليها أن تتزين. فإذا مسألة وجود المرأة، وكانت المرأة سببا كبيرا جدا في بيان أحكام النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لهن ويبايعهن وحدهن، ياخذ البيعة من الستات، وتيجي الواحدة تسأله فيجيبها، يعني تسأله في أمور خاصة، ولكن هي لازم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تتطهر من الحيض وكذا وكذا، والنبي يقول لها كده بلطفه وبلغته البليغة العالية، فهي الست مش فاهمة، فعلي كذا خذي فرصة وكذا، فمش فاهمة، فيروح للسيدة عائشة يقول لها، عائشة هتفهم، تبسط لها أكتر، إيه تبسط لها الدنيا، وخلاص ستات هيقعدوا مع بعض. فإذا المرأة لها الدور الأكبر والأعظم في نشر هذا الدين. وكان عندنا السيدة أنس، وكانت تسكن في القاهرة، أخذ عنها كبار العلماء في الأزهر وفي غيره. العلم ليس خاصا بالرجال أبدا، وإنما هو خاص بالعقول والقلوب التي تفتح له. وقد يفتح الله على مرأة ما لا يفتح على رجل، وقد يفتح الله على سيدة ما لم يفتح على رجال كثيرات. وفي ملمح مهم قوي لما نستعرض لغة القرآن الكريم، هنلاقي فكرة عجيبة جدا، أنه أحيانا أو فكرة الرجولية ليست خاصة بالرجال لوحدهم، وإنما تشترك فيها النساء أيضا. رجولية العمل ورجولية التفكير، بدليل ايه؟ انه يقول في سورة الأحزاب، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. هو كان القياس انه يقول ومن تقنت منكن، لكن يقول ومن يقنت منكن. اذا المرأة كأنها رجل حين تقنت، ولذلك جه عند العمل الصالح جابوا بالمؤنث، قال وتعمل صالحا، العمل الصالح سهل، انما القنوت ده. ولذلك نفس الكلمة في آية التحريم عن السيدة مريم، يقول وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، مش من القانتات، لأنه اللغة تقول أنه القانتات، لكن العمل، هذا العمل التفاني ويعني حرق النفس في العمل والإخلاص له، هو في مقام الرجولية التي تشترك فيها النساء. صحيح. مع الذكور، ودروس عديدة. نعم. نستخلصها من هذه الهجرة. نعم. ونعمل بها، هجرة المعاصي زي ما حضرتك ذكرت. صحيح. وتجنب مخالطة رفقاء سوء، وأيضا حب هذا الوطن والانتماء إليه. كل الشكر لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا دكتور حازم مبروك عطية، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. شكرا جزيلا، وكل سنة حضرتك طيب. وحضرتك بصحة. شكرا لحضرتك يا فندم.